معبد رمسيس محبوب آمون في ضيعة آمون، معبد وادي السبوع. بنى سيتاو حاكم النوبة معبد وادي السبوع من أجل الملك رمسيس الثاني، وأهداه إلى الآلهة الثلاثة آمون رع ورع حور أختي وبتاح، بالإضافة إلى الملك المبدل رمسيس الثاني نفسه. دي المقصورة الجانبية هو قدس الأقداس، بيبقى متكون من ثلاث مقصورات. الرئيسية اللي في المنتصف هي للإله الرئيسي، وهنا المعبد مكرس للإله آمون وزوجته موت وابنهما خنسو. إذن هنا تاني منظر تقديم القرابين رمسيس الثاني. كل مرة احنا بنعرفه الحقيقة، يعني قراءة اللغة المصرية القديمة بتسهل لنا قوي ان احنا نقدر يعني نعرف على طول مين الملك. هو لابس تاج الشمال وبيقدم القرابين للإله حورس والإله خنسو بقرص القمر والهلال اللي تحت قرص القمر، وده اللي بيفرق قرص القمر عن قرص الشمس. يعني هنا حورس على رأسه قرص الشمس، بينما خنسو قرص القمر اللي بيميزه هو الهلال اللي من تحته. على الحائط المقابل تقريبا نفس المناظر التقديم القرابين. هنا ماسك مطخرة رمسيس الثاني، وده كان طقس مهم جدا في الريتشوالز او الطقوس اللي بتمارس داخل قدس الاقداس، ان هو لازم يبخر المكان ويقدم مائده القرابين ويصب عليها ماء مقدس بالفازه اللي في ايده اليمين اللي احنا شايفينها دي، قدام الاله امون وزوجته موت وابنهما بيبقى دايما في النص كنوع من الحمايه، يعني الاب قدام والام من ورا وخنسو في المنتصف. تاني بنلاقي قرص القمر والهلال. المقصورات الجانبية بنلاقي الألوان. أولا اللون الأصفر هو اللي بيطغى على الجدران هنا في أغلب المنحوتات، أغلبها صور تاني لرمسيس التاني بيقدم قرابين لحورس، حورس في صورة أخرى، وبيقدم هنا قربان للإله آمون. هنا بيقدم قربان على شكل تمثال للإلهة سخمت، هنا تاني للإله حورس بعد ظهور البردي، الإله بتاح خنسو.